بكار، هو في زلزال ولا ايه؟ ولا المتفجرات دي هتولع فينا ولا ايه؟ مش عارف يا فارس، استنى كده لما افهم ايه اللي بيحصل. ايه ده؟ مش معقول، الصندوق بيتحرك. يا سلام، يعني عايش ولا ايه؟ تفتكر ده وحش واحنا دخلنا في بطنه؟ بطل يا فارس، خيالك الواسع ده يا فارس خليه يساعدنا في حل المشكلة دي. بقول لك في حد بيرفع الصندوق. ما هو واضح. ها؟ خلاص الحمد لله، الصندوق بطل يتحرك. يلا بينا نخرج بسرعة. بس لو شفت اللي أنا شايفه. ايه في ايه؟ وريني كده انت شايف ايه؟ الصندوق بيجري يا بكار. تمام يا زعيم، حملنا الأمانة وطالعين على المكان. طبعا طبعا عارف الطريق ده، انا الطفاش. وهي دي اول مرة اروح الجلف الكبير ده، انا ياما هربت فيها واتويت بعيد عن عيون البوليس. المكان اللي احنا فيه دلوقتي هو محمية الجلف الكبير، وفيها مجموعة من الكهوف اللي موجودة من عصور ما قبل التاريخ، وزي ما انتوا شايفين في هنا صخور رملية نوبية، وكمان هنلاقي فوهات بركانية قديمة. ودلوقتي اسمحوا لي اترجم لاصدقائنا الاجانب. We are standing now in a place called الجلف الكبير. تمام يا فندم، احنا مع الفوج السياحي ومأمنين الرحلة. ايه؟ بيعملوا عملية جديدة هنا؟ لو كنا عرفنا من بدري يا فندم كنا قدرنا نستعين بقوة ترقبهم وتقبض عليهم، لكن كده الوقت مش في صالحنا، صعب جدا. والمنطقة دي فيها أكبر حقل نيازك في العالم. هو في مشكلة يا فندم؟ نمشي ولا حاجة؟ لا طبعا، كملوا رحلتكم واتبسطوا، كل الأمور تحت السيطرة. هو الراجل ده لسه زعلان؟ يا فندم، شكله مش مبسوط من الرحلة، بس لما نوصل كهف السباحين ويشوف الرسومات اللي على الصخور اللي عمرها آلاف السنين أعتقد أنه هيتبسط. أتمنى. عايزين السياحة ترجع تشتغل بقى؟ إن شاء الله هتشتغل تاني يا فندم.